اللقاء التفكري الذي شارك فيه عدد من المناديب الاداريين والعسكريين وجلاله السلطان دار وكذا اصحاب الجمعيات المهتمه بقطاع الثروه الحيوانيه بولايه انادي شرق للالتقاء بممثلي بعثه المشروع الاقليمي لدعم الرعي في الساحل برابس اثنين التابعه لوزاره الثروه الحيوانيه والانتاج الحيواني وذلك بهدف معرفة الاحتياجات والمتطلبات بغية التجهيز لانطلاقة المرحلة الثانية للمشروع الذي يستهدف أكثر من 13 ولاية حيث ترأس المناسبة والي ولاية نادي شرق محمد عبد الكريم علي في كلمته مندوب وزارة الثروة الحيوانية بولاية نادي شرق إسماعيل هاشم مرمار شكر البعث الفنية مرحبا بالحضور مشيدا بهذه الزيارة التي قام بها من أجل تقديم الحلول والاستماع إلى أصحاب الشام وذلك لتزليل العقبات. من رئيس البعثه لوزاره الثروه الحيوانيه والانتاج الحيواني عبد الله ادريس عثمان شكر السلطات المحليه لحسن الاستقبال مؤكدا بان الدوله اولت اهتمام بقطاع الثروه الحيوانيه وهي ضمن سياسات حكومه الفتره الانتقاليه بقياده الفريق أول محمد ادريس ديبيتنو وأضاف لقد تم تخصيص 30% للمشروع لصالح المرأة والشباب ولولاية نادي الشرق محمد عبد الكريم علي شكر وفد وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لتنفيذ خطة المشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل والذي يستهدف عدد من الدول الواقعة في الصحراء بدعم من الشركاء للحد من الزحف الصحراوي والعمل على النهوض بالثروة الحيوانية والتي تعتبر ركيزة تعول عليها الدولة ضمن سياساتها الرشيدة بتوجيهات رئيس المرحله الانتقاليه الفريق اول محمد ادريس ديبي اتنو